الفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب أن تنزل مجموعة من الخطوات من الإشكال النضالي. كما تعلمون قرر المكتب الفيدرالي يوم السبت 28 شتنبير تنزيل مجموعة من الخطوات النضالية الميدانية، أولها اعتصام إنذاري بمحاكم الاستئناف. الحمد لله الأصداء إلى حدود اللحظة أنه تمت الاستجابة له من طرف مجموعة من الإطارات المحلية. هو شكل نضالي أول، سيتبعه اعتصام أمام البرلمان يوم 15 أكتوبر بعد افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية. تأتي هذه الخطوات النضالية التي تم تقريرها وتنزيلها بدءا من اليوم، وخطوات أخرى سيعلن عنها في إبانها بحسب المستجدات، وذلك دعما للبرنامج الترافعي الذي تقوم به المؤسسات وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة نقيبنا الأستاذ الحسين الزياني. برنامج الترافعي الذي يهم مجموعة من القضايا الحيوية لقطاع المحاماة، منها ما يتعلق بالمحاماة رأسا كالملف الاجتماعي، ملف الضرائب، ومنها ما يتعلق بالسياسات التشريعية التي ينهجها القطاع الوصي على العدالة واللي هي وزارة العدل. سياسة تشريعية اللي عدنا عليها مآخذ تم التعبير عنها في إطار البرنامج الترافعي. اليوم ندود عنها بالنضال ميدانيا. نتمنى من أعماق القلب أن يكون لهذه الخطوات وللبرنامج الترافعي أذان صاغية تصغي بحق لجميع التطلعات التي تريدها المحاماة وتريد المحاماة من كل هذا، أن تكون لنا مؤسسات قوية، أن يكون لنا تشريع قوي دعما لحقوق المتقاضين، دعما لحقوق أيضا فئة من المجتمع اللي هي المحامين في إطار قضاياهم الذاتية، الملف الاجتماعي أيضا كما قلت على سبيل المثال، ملف الضرائب والعديد من الملفات المطروحة الآن ونعلم أنها مطروحة على طاولة النقاش. نتمنى أن تصل الرسالة، لأن جسم المحاماة جسم حي يترافع ويرقى في ترافعه إلى أبهى تجلياته، والملتقى الوطني الذي نظم بالرباط كان أبهى صورة لترافع المحاماة عن جميع القضايا سواء الذاتية أو المجتمعية. سيواكب ذلك النضال ديال القواعد والتي طالبت خلال الملتقى الوطني بالتصعيد. أيضا نتطلع إلى مخرجات الاجتماع ديال مكتب الجمعية جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد اليوم بمراكش. جميع القواعد تنتظر مؤسساتها وتنتظر القرارات التي سيسفر عنها الاجتماع. لنا كامل الثقة في مؤسساتنا نقباء وأعضاء مكتب برئاسة النقيب الأستاذ زياني. نحن خلفهم ملتفون حولهم وسنكون عند حسن ظنهم في تنزيل قراراتهم إن شاء الله بحول الله. فيدرالية المحامون الشباب دعت لهذا الاعتصام لأن الوزارة الوصية تجاهلت المطالب ديال المحامون، وأن هذا الوضع يعني كي زعما لا يبشر بالخير، وأن بغينا واحد الحلول اللي هي زعما ناجعة حتى تبقى المهنة في واحد المأمن، وحتى وهذا التجاهل ديال الوزارة راه زاد كيزيد الطين بله، وما كي يبشرش بالخير، وما كيخليش المهنه ديال المحاماه تزيد القدام.